عقدت خلية ادارة ازمة سفينة الشحن روبيمار برئاسة وزير المياه والبيئة رئيس اللجنة المهندس توفيق الشرجبي لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي مع ممثل عدد من الدول ومالك السفينة وعدد من المعنيين حول الجهود المشتركة لمعالجة ازمة السفينة المنكوبة روبيمار والتي استهدفتها ميليشيات الحوثي الانقلابية الارهابية قبالة ميناء المخا في البحر الاحمر وتطرق اللقاء الذي ضم وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان احمد عرمان واعضاء الخلية تطرق إلى تدارس السبل المثلى للخروج من أزمة السفينة وتجنيب بلادنا والمنطقة كارثة بيئية خطيرة قد تمتد تداعياتها لسنوات طويلة بسبب حمولة السفينة من الأسمدة والوقود وجدد وزير المياه والبيئة التحذير من خطورة الوضع العام الحالي بشأن السفينة المنكوبة نظرا لما يترتب عليها من تهديدات واسعة على البيئة البحرية والمجتمع اليمني الذي يعتمد في معيشته على خيرات البيئة البحريه ومؤكدا على مسؤوليه المالك في كل ما يلحق بالبيئة البحرية اليمنية أو أي أضرار لخط الملاحة الدولي وكل ما يلحق بالدول المشاطئة للبحر الأحمر من تبعات غرق السفينة وأشار إلى عدم قيام مالك السفينة بالإجراءات الضرورية اللازمة لإنقاذ السفينة وتعويمها بعد الحادث مباشرة رغم التعاون والتسهيلات التي قدمتها الحكومة اليمنية مشددا على ضرورة تحمل كل جهة مسؤولياتها لتفادي الكارثة البيئية الوشيكة من جانبه أكد الوزير عرمان وجود اتفاقية بحرية دوليه للعام 1979 تلزم مالك السفينه بتحمل مسؤوليته في التعامل مع وضع السفينه وتجنيب بلادنا والمنطقه الكارثه. من جانبهم تطرق المشاركون في اللقاء الى الاجراءات المتخذه لدعم الجانب اليمني وايجاد الحلول المناسبه لمعالجه ازمه السفينه وتفادي الكارثه.